السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا مشاهدي برنامج تغريدة وحلقة جديدة من برنامجكم وموضوع جديد يهم كل الناس. لاحظنا في الفترة الأخيرة بعض الهاشتاجات أو بعض الترندات اللي كانت موجودة معانا خلال الأسبوع، وفي منها هاشتاج طبيبات المنيا، ربنا يرحمهم ويعفو عنهم إن شاء الله ويرحم موتانا وموتى المسلمين، كذلك هاشتاج اغتيال الداعية يوسف ديدات ابن الداعية الكبير الشيخ أحمد ديدات رحمهم الله، ربنا يرحمه ويعفو عنه ويجعله في ميزان حسناته إن شاء الله، ودايما في بديل ودايما في ناس بتدعو ودايما ناس موجودة، وربنا يبارك في علمائنا ومشايخنا الأجلاء. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا 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 يهمني أنا شخصيا وأكيد يهمكم كلكم. موضوعنا هو لطف الله الخفي، لطف الله الخفي. كان معانا هاشتاج في الفترة أو اليومين اللي فاتوا دول كان فيه لطف خفي أو لطف خفي. كل واحد فينا معرض للطف ربنا سبحانه وتعالى الخفي اللي ما بياخدش باله منه غير بعد ما بيحصل، بيعرف لطف ربنا وكلنا معرضين ليه، سواء غني أو فقير أو مؤمن أو غافل، الناس كلها كبير صغير كلنا معرضين للطف الله الخفي وبنكتشفه وبيبقى واضح جدا 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 قدامنا. تعالوا دلوقتي نروح مع بعض نشوف بعض التغريدات، بعض التغريدات اللي كانت معانا على تويتر للطف الله الخفي. ياسمين قالت: هل لك سر عند الله؟ وكم لله من لطف خفي سبحانه. الله ينجينا من مواقف كثيرة وفي لحظات حرجة من حيث لا ندري. وكمان معانا أمل الفارسية بتقول: مد يدك لقلوب الناس بالخير، بالمواساة، بالحب، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، لا تمتد لتمتد يد الله لك بلطف خفي وأجر مضاعف. إسراء كمان بتقول: قال أخرقتها لتغرق أهلها، كم خرقت لنا سفن في حياتنا فاشتكينا وبكينا ولم نعلم إلا بعد سنوات أنها كانت نجاة من الله، فلله لطف خفي لا تدركه ضالة أبصارنا. وسارة بتقول: في الشدائد لطف خفي لا تعلمه فاحمد الله واصبر. دي الحاجات اللي كانت على تويتر. أما من على الفيسبوك كان معانا بعض التعليقات، معانا تعليقات كتير ما شاء الله، هنقول منهم بعضهم يعني بعض المواقف للناس اللي حست أو شعرت بلطف ربنا الخفي سبحانه وتعالى. أحمد جلال بيقول: كنت راجع إلى منزلي من سفر وكنت راكب أتوبيس، وأنا نازل عند محطة القطار كانت سيدة كبيرة في السن ومعها شنطة ثقيلة فأخذتها عنها، وعندما أتيت إلى أمي قالت لي: وأنا جايب العيش يا ابني كده يعني وأنا جايب العيش يا ابني والفطار، جت بنت وأخدت مني قفص العيش ووصلتني للبيت ولم أعرفها يعني ما تعرفهاش، فالحمد لله حمدا كثيرا. أميرة بتقول: كان عندي خلل في الهرمونات، عمل لي هشاشة في العظام وكان سني 29 سنة، بدأت أتعالج وفي نص كورس العلاج حصل حمل، دكتور العظام وقف العلاج وقال لي: ربنا يتولاكي، خلاص شال إيده من الموضوع. ودكتورة النساء قالت: ما ينفعش تاخدي كالسيوم في أول الحمل، ناس كتير قالوا لي لو عملتي مجهود الحمل ينزل وتكملي علاجك، خفت من ربنا، هي بتقول خفت من ربنا ونمت على ظهري شهرين علشان الحمل ما ينزلش واخد ذنب، وبعدين فجأة الحمل نزل لوحده من غير أي ألم سبحان الله. وبعدين رحت أكمل علاج، الدكتورة طلبت مني فحص وإشاعة جديدة، لقيت الهرمونات اتظبطت بسبب الحمل والهشاشة اتعالجت والحمد لله. دي بعض التعليقات اللي كانت معانا. عايزين نرحب طبعا بالضيوف اللي معانا النهاردة، الأساتذة شيخ خيري فهمي الداعية الإسلامي. منور شيخ خيري. أهلا وسهلا. معلش طولت عليك بس لازم نديهم حقهم شوية. أهلا وسهلا. منور الدنيا. شرفتنا. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الحمد لله ربنا. وطبعا معانا المنشد الجميل أكيد كلكم عارفينه، المنشد الرائع ذات الصوت الشجي اللي هيشنف آذاننا النهاردة بحاجات جميلة جدا جدا جدا، الشيخ أمين
عبد الله منور الشيخ امين. اهلا وسهلا استاذ محمد. ايه رايك فنشنف هبص انا بص هحضر لك كلمتين ايه ما شاء الله الله يبارك فيك وبتاع ما شاء الله وانت تستحق والله ما شاء الله عليك. ربنا يتقبل الله يعزك ما شاء الله منورنا النهارده. نورك. اول حاجه بس نكلم الشيخ خيري نساله سؤال مهم جدا 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 جدا. نعم. شيخ خيري من اسماء الله سبحانه وتعالى اللطيف. صحيح. قول لنا بقى قول لنا شويه كده من نعم. يعني ايه من كلامك الجميل. نعم. قول لنا اسم الله لطيف. اتفضل. الحمد لله اللطيف الخبير وصلاة وسلاما على النبي البشير النبي صلى الله عليه وسلم. من لطف الله عز وجل بي ان شرفني ان اتكلم عن اسم من اسمائه، هذا شرف. وهذه الجلسة إن شاء الله اللطيفة في هذا الجو اللطيف إن شاء الله. إن شاء الله. الكثير من الناس لا ينتبه إلى معظم أسماء الله عز وجل، يعني بعيد عن العذاب وعن القسوة. الأسماء جميلة أصلا، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. وكذلك اسم الله عز وجل اللطيف، تقول جو لطيف، جلسة لطيفة. الاسم اللطيف نفسه ما بتسمعه بيعمل لك حالة سعادة، حالة من الارتياح. نعم. والنشوة. نعم. فالأهل العلم قالوا كلاما كثيرا في المعاني، يعني منها أن الله عز وجل خفي عن الأعين. نعم. في هذه الدنيا قال سبحانه وتعالى لا تدركوا الأبصار. نعم. وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالعيون في هذه الدنيا لا ترى سبحانه وتعالى. لما؟ لأن هذا الجمال الذي خلق كل هذا الجمال لا تستطيع البشرية بطاقاتها البشرية أن تتحمل أن ترى هذا الجمال. عشان كده سيدنا موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، بعدما أن كلمه الله عز وجل طمع فيما هو أكثر أن يرى الله عز وجل، فقال يا موسى أنت لن تتحمل. قال لن تراني ولن تراني هذه في الدنيا، انظر إلى الجبل. ولكن انظر إلى الجبل. أيهم أقوى في البنيان، سيدنا موسى ولا الجبل؟ الجبل طبعا. الجبل طبعا. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. سبحان الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجليا يليق بجلاله وكماله. نعم. وخر موسى صعقة، سيدنا موسى يعني في كلام المفسرين أغشي عليه من دكدكة الجبل، فماذا لو رأى الجمال كل الجمال. طبعا احنا موعودون إن شاء الله في الجنة أن نرى الله عز وجل، بس قبل الرؤية الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فكأن الوجوه تزينت الأول تجملت حتى تستطيع أن ترى هذا الجمال. وجوه يومئذ ناظرة. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وجميع المشاهدين هذا إن شاء الله، لأن أهل الكفر وأهل الضلال محجوبون عن رؤية الله عز وجل. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خسارة عظيمة. ده صحيح. المعنى الثاني في خفي أن الله عز وجل وهو يتعامل مع البشر تشعر بلطفه الخفي في إيصال الخير لك وفي بعد الشر عنك. يصل إليك الخير بخفاء بلطف، ويبعد عنك الشر بلطف. هذا شيء لطيف. الأخطر من المعاني أن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعني ربنا لطيف فهو يعلم كل شيء. نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به. طبعا هذه فيها بشارة لأهل الإيمان، يعني المؤمن بيبقى عنده بشارة. لو أنت مظلوم، لو أنت مقهور، لو أن الناس ظلمتك، الله عز وجل يراك، اعلم أن الله معك. وكذلك فيها تهديد للذي يعصي الله عز وجل. وذلك في الآيات في بعض المعاني يا أستاذ محمد خطيرة جدا، يقول لك إيه؟ سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ربما الناس تقف مع بعض الألفاظ تقول إيه ده، لا إيقاع القرآن إيقاع عجيب. مستخف بالليل يغلق الأنوار، يغلق الباب، يجاهر الله عز وجل بالمعصية، لا يرى أحد، الله يراك. نعم. والثاني سارب بالنهار ويلطف بك ولا يفضحك. لا ده انظر الى اللطف في بقيه الايه يا استاذ محمد، عجيب جدا. قال وسارب بالنهار. قال العلماء في سارب بالنهار زي جاي من السرب، يعني بعض الاقوال يعني جاي من السرب، كان هو تاه بين الناس. كثير من الناس يغش فدخل في الغشاشين، كثير من الناس يسرق فدخل في السارقين، كثير من الناس يكذب فدخل في الكاذبين مع السرب. فهو مستخف بالليل ومع السرب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك ملائكة تراقب أكيد. تحميك وتحفظك، وكذلك تكتب عليك كل شيء، فلا الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. يبقى هو خفي سبحانه وتعالى عن الأنظار في الدنيا، ومع ذلك هو يرى كل شيء سبحانه وتعالى ويراقب كل شيء. في أمان لأهل الإيمان، وكذلك في رعب
لأهل الكفر والعصيان أن الله عز وجل مطلع عليك ويراك. ونعم بالله. الله جزاك الله خير. طب ليه مولانا كده في ناس أو يعني معظم الناس بيحسوا بلطف ربنا سبحانه وتعالى متأخر؟ صحيح. ليه كده؟ صحيح. إيه الفكرة في كده؟ القضية مبنية على العلم. كان يقول زمان الناس العوام لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع. هو كل حكاية بس أنه لا يعرف. لكن لو كان عرف كان الشيخ الطنطاوي رحمه الله يحكي أن شابا كان مسافرا إلى بعض البلاد يعني وسعيد وبيجهز الأوراق والشنط ومستعد وفجأة قبل السفر بساعات نام وتأخر عن الطائرة ورجع بقى يجري وحزن حزنا كبيرا أن فاته السفر وبعد ذلك يعلم أن هذه الطائرة قد سقطت ومات من فيها سبحان الله. فعرف أن الله سبحانه وتعالى له لطف خفي. فالله عز وجل لأنك لا تعرف فقط لكن لو كنت تعرف وتتأمل رب خير لم تنله لو أتاك كان شرا. يعني خلينا نقول كده لكل مشاهدينا وكل الناس اللي معانا نقول لهم اللطف بتاع ربنا انت تقول الحمد لله على طول. صحيح. فاتك حاجة اتأخرت عن حاجة ما حصلش نصيب في حاجة ده لطف من ربنا سبحانه وتعالى انت على طول الحمد لله. كل ما يجري بس. كل ما يجري في حياتي. وعلي في قصة كانت مشهورة زمان يقول لك ايه لعله خير. نعم. لما خرج احد الملوك كان معه وزير دائما يقول لعله خير. ففي يوم من الايام الملك قطعت اصبعه الصابع بتاعه اتقطع. فالوزير جنبه قال له لعله خير. قال له انت لعله خير وانا اصبعي مقطوع اسجنوه. بعد فترة خرج الملك في الغابة يصطاد خرجت عليه قبيلة همجية قتلوا من معه وأخذوا الملك قربانا طبعا باين عليه ملك يعني باين عليه من الحاشية خذوه قربانا للصنم بتاعهم والأصنام بتاعته وبعد ذلك نظروا في يده فوجدوا فيه أصبعا مقطوعا ده في صبع مقطوع قال لا ما ينفعش ما يناسبش الآلهة ده يلا مع السلامة فعرف كلمة الوزير لعله خير راح رايح للوزير قال له تعال طب انا الحمد لله نجوت من القتل بس انت اتسجنت لعله خير قلت لعله خير ليه؟ قالوا ما انا لو كنت معاك كنت اتقتلت زي العصابه الباقيه ايوه بالظبط فكل ما يقضي به الله سبحانه وتعالى خير وفي قصه موسى عليه السلام والغضب قبل ما نوصل لقصه سيدنا موسى عليه السلام شيخ امين اتاخرنا عليك معلش انا وقفت الحديث علشان انا مشتاق اسمع صوتك بصراحه الله يعزك ربنا ف يعني وكم لله من لطف خفي تفضل فكم لله من لطف خفي فكم لله من لطف خفي فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساؤ به صباحا وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي
إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. ولا تجزع ولا تجزع إذا ما خاب خطب ولا تجزع إذا ما خاب خطب فكم لله من لطف خفي. الله 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 ربنا يبارك فيك يا شيخ أمين ما شاء الله ربنا يفتح عليك ما شاء الله. نرجع للشيخ خيري. نعم كنا قطعتك انا وسامحني الله يبارك بس كان لازم فيه. اعمل كده عشان القعده تحلو. لا انا سامح لك تقطعني ده أيوة. الصوت الجميل ده يقطع براحتك مش كده الله يحفظك اتفضل مولانا الله يخليك. فكون الانسان فقط انه لا يعرف لكن لو عرف لاطمئن. نعم وقصه سيدنا موسى والخضر عليه السلام اعظم نموذج في هذه الدائره. رجل يخرج فيقتل طفلا بريئا ما هذا الطفل البريء الذي يقتل لم يرتكب ذنبا ولا شيء ده بريئا من وجهة نظرنا احنا من وجهة نظرنا بالضبط يعني. ولكن مع ذلك الخضر عليه السلام بعلم الله عز وجل الذي حباه هذا الولد سوف يكون شرا. شر لمين؟ لأمه وأبيه. ده لطف بأم وأبي وهكذا. سبحان الله. فربما أنت تمنيت زوجة معينة نعم في قمة الجمال والجلال والحسب والنسب نعم وكانت شرا لك وأنت لا تدري أخذت تلح في الدعاء والله عز وجل حرمك منها لمصلحة هي لك. ربما تمنيت الولد وكان الولد شرا لك سوف يجرك إلى أن تسرق وأن تكذب وأن تغش وأن ترتشي من أجل أن تربي ولدك هذا نعم. لأنه سوف يكون خارج عن السرب الطيب والطاهر. فالله عز وجل لما حرمك حرمك لمثل هذا. سبحان الله. الله سيدنا الخضر عليه السلام لما أتلف السفينة لمساكين يعملون في البحر لأن وراهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة فكان رحمة بهؤلاء المساكين نعم. وسيدنا من العجيب في القصة أستاذ محمد إن سيدنا موسى بدأ لا يناقش الخضر عليه السلام خلاص أنا مش هناقش في البداية ووقض نفسه على هذا نعم. أول مرة فعل خيرا فعل شرا اللي هي موضوع السفينة أتلف السفينة والتاني راح فعل شرا قتل الولد. فسيدنا موسى هيأ نفسه أنه لو فعل أي شر لن أتكلم ففعل خيرا في المرة الثالثة نعم. فتكلم سيدنا موسى ففعل الخير أحيانا الأولاد دول أولاد مساكين ولهم كنز وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ونعم بالله والله يعلم وانتم لا تعلمون ونعم بالله جزاك الله كل خير. نعم. معنا يونس السلام عليكم يا يونس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يونس هستاذنك بس هتعلي صوتك شويه معلش. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا بيك اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو بتسمعنا من التلفزيون هستاذنك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون علشان نعرف نتكلم مع بعض. الاستاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك منور الحلقه. ربنا يوسع عليك يا فندم وربنا يرزقك وربنا يوفقك ان شاء الله. جزاك الله كل خير يا رب. جزاك انا خير. اسمي يونس محمد من سكان منشيه البكاري برحب بالشيخ خيري فهمي. اهلا وسهلا بيرحب بيك يا شيخ. خيرا اهلا وسهلا اهلا وسهلا شيخ يونس. وبنقول له احنا بنحبك في الله. يحبك في الله يا شيخ. الله يحفظك احبك الله الذي احببتنا فيه جزاك الله خيرا. وجزاك يا اخي واشتقنا لك في منشيه البكاري ان شاء الله والصلاه قريب باذن الله. ان شاء الله سيدنا ان شاء الله. ما تحرمش محبين اجواء مولانا. ان شاء الله سيدنا نحن خدم ان شاء الله. ان شاء الله. يونس اخ يونس. اتفضل يا فندم. ما عندكش موقف كده تحكيه لنا من لطف ربنا الخفي اللي انت شفته بعينيك؟ ما حصلش قدامك كده اي موقف؟ هو قضاء ربنا للإنسان كله خير ونعم بالله مظبوط. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى
تحبوا شر شيئا وهو شر لكم. نعم. دايما سبحانه وتعالى يعني سيدنا الشيخ خيري فهمي قال ان لو طلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. بالظبط. دايما الانسان يكون عنده رضا، رضا من جواه، اي حاجه تحصل له، اي قضاء يحصل له، اي مصيبه تحصل له، ده سبحان الملك لازم يبقى خير، لان سبحان الملك ربنا لطيف بعباده. يونس ده من لطف ربنا علينا إن احنا مش مطلعين على الغيب. بص انت قلت الخلاصه يا يونس، انت قلت الرضا. انا يعني انا شايف كده الرضا هو الخلاصه، ارضى بلي ربنا قسمه لك، يعني مش هتندم على اي حاجه والدنيا هتمشي جميله. ومعانا عبد العظيم، السلام عليكم يا عبد العظيم. السلام عليكم، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا عبد العظيم؟ ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ قول لنا بقى موقف كده حصل لك انت شفت فيه لطف ربنا الخفي. والله في جميع مناحي الحياه نرى لطف الله تعالى. احسنت. في جميع مناحي الحياه نرى لطف الله بعباده. احنا كنا والله بنتصل بس عشان ندعي لكم، ندعي للشيخ امين وندعي للشيخ خيري ان ربنا يوفقكم لما يحب ويرضى. جزاك الله خير، تسلم. جزاك الله خير، شكرا ليك عبد العظيم وجزاك الله خير. بكره مخبي ايه؟ ايه اللي مستخبي لنا؟ الدنيا مخبيه لنا ايه؟ نعم. الكلام ده بنسمعه من ناس كتير قوي. صحيح. الناس بتبقى خايفه من بكره. نعم. نقول لهم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وجد ابا امامه حزينا مهموما. نعم. ملك ابا امامه، قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون. فقال ادلك على شيء تقول صباح مساء، ببساطه الحديث يعني. قال اذا اصبحت واذا امسيت فقل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الهم القلق على ما هو آت، والحزن على ما فات. هذا الامر يتنازع الانسان الان من اللي جاي، وبعد ذلك حزين على اللي فات. لكن المؤمن بفضل الله عز وجل لا يكون هكذا. لما؟ لانه في رعاية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث العظيم، أتمنى أن هذا الحديث يكتب في كل بيت كده ويعلق ويحفظ للصغير والكبير، يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، استخدم النعمة فيما يرضي الله عز وجل، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت مخير في المستقبل، كل ما يأتي به الله عز وجل جميل. كان خيرا وجب عليك أن تشكر، كان شرا وجب عليك ان تصبر. هذا خير وهذا خير، ما الذي يقلق؟ حط نفسك مع المؤمنين. صحيح. حط نفسك مع المؤمنين. انت لو حاسس عندك شك، لا، حط نفسك مع المؤمنين واحمد ربنا على كل شيء. لا يقلق الامر، لان انت لو فقدت الثقه في طاقاتك وامكانياتك كيف تفقدها في صاحب الملك والملكوت والقوه والجبروت سبحانه وتعالى؟ هي مش سهله، احنا خلينا نقول بس هي مش سهله، لكن مع التعود يا مولانا هتبقى سهله. عود نفسك اليقين في الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. وأنه سوف يختار لك الأفضل، وأنه سوف يهيئ لك الخير، وأن الأرزاق والأعمار والآجال بيد الله سبحانه وتعالى. في الشريعة الإسلامية وفي ديانة الإسلام من الشيء الجميل أن الله عز وجل أخبرنا أننا جئنا للابتلاء، ما جئنا يعني. في ناس خيالها أن خلاص الشاليه والفيلا خلص الموضوع والعربية كده. وبيطمح لهذا. الحياة طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. السلام. قال الله عز وجل قد خلقنا الإنسان، هذا ليس تشاؤما بل هذه واقعية. الله عز وجل يقول أنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طبيعي الفتنة قادمة، لكن أنت تكون مهيئ به بالرضا والصبر لله عز وجل. جزاك الله كل خير. ناخد شريف بس عشان تأخرنا عليه. السلام عليكم يا شريف. السلام عليكم. مرحبا يا فضيلة الشيخ، منورين الشاشة والله يا مشايخنا. أهلا وسهلا بيك. أنا بمس على الشيخ أمين ابن أختي، ربنا يبارك فيه وربنا يبارك في الشباب الحلوة اللي منورين الشاشة دي. خالك يا شيخ أمين، اتفضل. ازيك يا خال، عامل إيه؟ أخبارك؟ وحشنا والله. زين. اتفضل يا حاج شريف أمين معاك أهو. الشيخ أمين منور والله، الشاشة كلها منورة والمصر كلها منورة بيكوا والله، أنتوا الإخوة كلكم. ربنا يبارك لك يا خال، الله يعزك. ربنا يبارك في أمثالكم. الله يحفظك، الله يبارك. جزاك الله خير ونورت يا شيخ شريف. نعم يا باشا. احنا بنتكلم حلقتنا النهارده عن لطف الله الخفي. اتفضل. ما قابلتش انت موقف كده في حياتك فيه لطف خفي؟ انا عايز والله احنا الحمد لله
نحمد ربنا على كل شيء ونعم بالله. طبعا شوف جمال خلق جميل، خلق خلق عسل والله. نحمد ربنا على كل شيء، واحنا مبسوطين وسعداء اللي شايفينكم كده، منورين الدنيا كلها، وربنا يبارك فيكم. ده نورك، وجزاك الله كل خير، وربنا يعسلك يا شيخ شريف. نعم ادعي لنا دعوه كده يا عم الشيخ. ده دعوه جميله، يا ربنا يعسلك والله. عسل يا شيخ شريف، جزاك الله خير. معانا محمد، السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا محمد، اهلا وسهلا، ازيك عامل ايه؟ ازي حضرتك، ربنا يحفظك. والله في نعمه وفضل. اتفضل. انا داخل عشان اسلم على فضيله الشيخ خيري، وبقول والله هو منور شاشه الندى. اكيد طبعا منورنا. محمد نصر مع حضرتك الشيخ خيري. شيخ محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ربنا يحفظك. والله حضرتك اضافه قويه للقناه، ويا ريت يبقى حضرتك ليك برنامج كده ثابت ان شاء الله على القناه، بتمتعنا دايما والله يا سيدنا. الله يحفظك ان شاء الله. طبعا هو متعنا في الحلقه ما شاء الله عليه الشيخ خيري، ونعم الاختيار يعني ما شاء الله. عايز تقول حاجه يا حاج محمد؟ هو ممتع في خطبه كمان يا استاذ محمد والله. اكيد اكيد، متابعين ما شاء الله. طبعا طبعا، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويكثر من امثاله يا رب. جزاك الله خير. عايز تقول حاجه ثانيه؟ ربنا يكرمك يا استاذ محمد ويبارك فيك. طيب جزاك الله خير. معانا معلش هنطول عليكم بقى عشان الضيوف بتوعنا. السلام عليكم السيد. السيد معانا. الله يخليك يا باشمهندس، اهلا وسهلا، ازي صحتك عامل ايه؟ الحمد لله. هستاذنك توطي، عاوز افهم الشيخ امين بس. طيب وطي التلفزيون عشان نعرف نسمعك. وطي التلفزيون. ازيك يا عم الشيخ امين؟ ازيك يا سيد، اخبارك؟ الحمد لله. الاتصال قطع معلش. كلمه بقى لما يروح. اما يروح هيكلمك يا سيد. الله المستعان. طيب مين معانا مين؟ طيب خلاص احنا يعني خلاص هنوقف اتصالات كده ونكمل مع الشيخ خيري. ما شاء الله محبينك يا شيخ خيري، انت شيخ امين محبينك كتير ما شاء الله. ما حدش اتصل بيا انا خالص خالص. هنكلمك بعد البرنامج ان شاء الله. كلموني بعد البرنامج، كلموني بعد. شيخ خيري، اخر قصه سيدنا يوسف. نعم. طبعا قصه سيدنا يوسف نعم فيها كم من اللطف. صحيح. بتاع ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. عجيب. صحيح عجيب. احنا نعم. يعني زي ما حضراتكم كنا بندردش قبل الحلقه، كل مره تقراها تطلع بحاجه جديده، كل مره تقراها تطلع بحاجه لطف جديد ولطف جميل. طبعا جت الايه على لسانه، ان ربي لطيف لما يشاء. صحيح. انه صحيح هو العليم الحكيم. صحيح. عايزين نتكلم بقى عن لطف ربنا مع سيدنا يوسف من خلال هذه يعني الآية. يعني كان الصوره تزينت في نهايتها. نعم. باللطف، ان ربي لطيف لما يشاء. الله. لو سريعا كده الواحد تامل من بدايه الحكايه، طبعا يوسف دي حدوته كبيره يعني. طبعا سيدنا يوسف عليه السلام. لكن كون ان الله عز وجل اخبر يعقوب عليه السلام بالرؤية التي راها سيدنا يوسف، هذا لطف بيعقوب، اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. هذا لطف. لما؟ لانه تاكد ان يوسف سوف يكون له شان كبير، فحتى لو تاه او ضاع او مكر به او فهو مطمئن هذا سياتي ان شاء الله. فكان نوع من ايه؟ اللطف بقلب يعقوب، لانه كان يحب سيدنا يوسف محبه غير طبيعيه اكيد. مع اخوته، في ناس متخيلة ان اخوة يوسف في قمة الشر، هم نعم يعني الحسد والدايرة دي، وازاي ابونا ينشغل بيوسف عنا، ومع ذلك تشعر انهم يتدرجون في الامر الى الاقل. قال اقتلوا يوسف وبعدين اطرحوه ارضا، ارموه في الصحراء كده، لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. يتدرجون في الشر، لكن النفوس السيئة، انت هتسكت ولا اشتمك؟ انت هتسكت ولا هم ضربك؟ انت هتسكت ولا هم ولع فيك؟ بيسخن بقى. لكن هذه نفوس خيرة. يوسف عليه السلام وهو في البئر ما تركه الله عز وجل بلا جريرة، وإخواته ظلموه، ومع ذلك يقول فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه، وقال جاءه جبريل، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون. ده لطف شديد. أكيد. أنت سوف تخبرهم وهم لن يكونوا على علم، أنت تعرفهم وهم لا يعرفوك. ده شيء كان بمجرد ما أن اشتراه العزيز وشرح صدره وقال أكرمي مسواه، ده نوع من اللطف بسيدنا يوسف. قبل ما أن يدخل في مرحلة المعاندة مع امرأة العزيز، قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اداله حكمة واداله علم واداله إحسان يعبد الله كأنه يراه، قبل ما يدخل في مرحلة الشباب ومشاكل النساء. دخل السجن بعد ذلك، وهو لما دخل السجن كان السجن طريق أن يعرفه الملك.
ما الغلام لما جلس هو الذي بلغ الملك. نعم. الملك طبعا خلاص سيدنا يوسف لما الإنسان أتمنى الإخوة المشاهدين ألا ينسى أحد هذا المشهد، أبوه لا يعرف عنه شيء، إخوته رموه في البئر، امرأة العزيز التي فتنت به وشت به، والعزيز الذي صانع عرضه وحفظ كرامته ألقاه في السجن، ملوش حد لو بنظرتنا العامة، حتى صاحبه حد. حتى صاحبه الذي في السجن نسيه. نعم. ليس له إلا الله. طب اللطف فين بقى؟ يفزع له الملك. تخيل، يفزع له الملك، قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف. وتخيل يا أستاذ محمد، ما قالش إني أرى في المنام، ده قال إني أرى. أوه. كأن من كثرة إلحاح الرؤية كأنه يراها أمام عينيه. نعم. هو شايفها قدامه خلاص، هو شايفها خلاص، أنا شايف، أفتوني في رؤياي. ما فيش، خلينا واقفين عند الرؤية وناخد دكتور رجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور رجب، أهلا بيك. تحياتي لحضرتك استاذ محمد، تحياتي الاخ الصديق الشيخ خيري، وتحياتي للشيخ امين الصوت الجميل المتميز. وانا عايزك الشيخ خيري ما تسيبوش بسهوله، لانه كنز قدامك، هو طبعا صديق عزيز واخ فاضل من قنا وبالتحديد من قريه ترامسه، عايزك تطلع كل اللي عنده. نعم. هو بص، انا هحاول في خلال الساعه اللي احنا نقعدها او الشويه اللي احنا قاعدينهم مع الشيخ خيري ننهل من علمه، وننهل من صحيح. من جميل صحيح. اللي عنده يعني. احنا افتقدناه طبعا في جنا بشكل كبير جدا، افتقدناه بشكل كبير جدا في جنا. وعايز اقول لحضرتك، يمكن من بعد ما مشي من جنا نتمنى ان احنا نسعى ان احنا نروح القاهره عشان نسمع خطبه مخطوبه بس. سبحان الله، الله يبارك فيك. واحنا برضه معاك اهوت يا دكتور رجب. نعم. هنحاول بقدر الامكان. حضرتك عايز تقول حاجه ثانيه بقى عشان نكمل ال دعواتي للبرنامج بالنجاح دايما. جزاك الله خير. دعواتي بالنجاح دايما للبرنامج والاستمراريه ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك دكتور رجب، منورتنا. جزاك الله خير. شيخ خيري، وقفنا عند الرؤيه. نعم. نعم. تفضل. فتخيل اني ارى سبع بقرات سمان، يراها يعني من الالحاح، افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. فالشيء الاخر، حصلت مجاعه في العالم. لما؟ حتى يأتي قومه وأهله من بلاد الشام إلى مصر، بنو إسرائيل، ما كان إسرائيل يعقوب. نعم. على السلام. نعم. جاءوا من بلاد الشام هؤلاء أصحاب القلوب القاسية ساعة إذن، الوحوش، حتى كان يقال إن أخو سيدنا يوسف كانوا يتقاتلون مع الوحوش، وإنهم وحوش أصلا، ولذلك قالوا كيف يعقوب ينشغل بيوسف عنا أصلا، إزاي يعني. جاءوا بقى، وسيدنا يوسف صنع معهم بعض الأعمال الرائعة جدا لهضم نفوسهم، فجاءوا منكسرين في النهاية. مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. جاءت المجاعة حتى يأتوا إلى مصر. من الذي يصرف الأمور في مصر ساعة إذن في الجانب الاقتصادي؟ يوسف عليه السلام. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ساعة إذن انكسرت هذه القلوب فخروا ساجدين. الله، ما كان يتخيل أحد إن هؤلاء الوحوش يأتي يوم الأيام يسجدون ليوسف عليه السلام. لكن تشعر أن الأحداث مترتبة. يا من تشعر بالهم الآن، لو مر بك سجن أو هم أو ضيق أو كرب أو حادثة أو موت أحد، تأمل في يوسف عليه السلام. نعم. لو لم يسجن ما عرفه الملك، ولو لم يعني تتآمر عليه النساء ما سجن. نعم. خلينا واقفين عند النساء كده، ناخد فاطمة بقى. السلام عليكم. نعم. يا فاطمة. راحت فاطمة، خافت من السجن. تفضل مولاي. فتخيل انت يعني الواحد لو يوسف عزيز. نعم. الذي يمتلك جانب الاقتصاد في مصر، معظم مبجل، لكن لولا السجن ما وصل، ولولا تآمر النساء ما سجن، ولولا اخوته الذين رموه في البئر ما وصل الى هذه الحالة. لطف بعد لطف بعد لطف بعد لطف لحد قال وقد احسن بي الله. اذ اخرجني من السجن. وشوف الجمال في ادب سيدنا يوسف، لم يقل اخرجني من البئر. ها. نعم. عشان يبقاش في تلقيح كلام على اخواته. أيوة. قال وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. كان بنو اسرائيل محرمون على مصر من ايام موسى تقريبا. نعم. اخر ابتلاء في الصوره اللي هو السجن، يعني خروجه من السجن اخر ابتلاء في الصوره. وجاء بكم من البدو. نعم. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، حتى لم يقل من بعد ان سيطر الشيطان على اخوتي. انظر الى الادب الجم في يوسف عليه السلام. لا، ده من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، ان ربي لطيف لما يشاء. لطف الله عز وجل عالي جدا. طبعا الصوره تحتاج إلى آلاف المجلدات وآلاف الساعات. أكيد. لكن هذه إشارات سريعة جدا بس بما يخص يوسف عليه السلام. جزاك الله كل خير. طبعا واضح جدا. جدا جدا. في بعض الناس بتتكلم عن الأرزاق.
نعم، وان في ضيق في الرزق وفي لطف ربنا سبحانه وتعالى حتى في الرزق. صحيح. بس قبل ما نتكلم عن الرزق والارزاق ناخد كريم. اللهم السلام عليكم يا كريم. نعم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم ورحمه الله وبركاته. معلش علي صوتك شويه، علي صوتك شويه. احنا بنسلم على الشيخ خيري فهمي بس، وانا حضرتك كلهم بعت له السلام. والله انا مش سامع ومنور والله الشاشات القناه الندى والله كلها. انتوا سامعين؟ انا مش سامع كويس. سامعين كويس؟ تقرب لله. طيب اتفضل. ربنا يجزي خير الشيخ خيري فهمي ويجزيكم كلكم خير عن اللي بتقدموه. والله جزاك الله كل خير. ربنا يخليك. تسلم. ربنا يبارك فيك يا سيدنا. ربنا يجزي خير. شكرا. جزاك الله كل خير يا سيدنا الشيخ خيري فهمي على الحلقه الجميله دي. والله الله يحفظك يا رب. ولسه تابعنا برضو، ولسه عندنا كلام مع الشيخ خيري ما خلصش. الله يحفظك ان شاء الله. شكرا ليك. الارزاق مولانا شيء طبيعي. طبعا طبيعي، يعني المال له سطوه وله جمال. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يهرم ابن ادم يكبر في السن ويعجز ويشب معه اثنان، قال: حب المال وحب الدنيا. يعجز يبقى 150 سنه والسنان وقعت والدنيا اتدمرت، والا الفلوس ده شيء غالي جدا على نفس الانسان. قال: حب المال وحب وطول الامل. وقال: انه لحب الخير لشديد. والخير قال اهل العلم ان هو المال اصلا. نعم. فطبيعي ان الانسان يحب المال. كان سيدنا سعد بن عباده يقول: اللهم هب لي مجدا وهب لي حمدا، ولا حمد الا بفعال، ولا فعال الا بمال. اللهم لا ينفعني القليل فارزقني الكثير. انا القليل ما ينفعنيش، انا عايز كثير اصلا. وكان سعد شهم من اجاويد العرب يعني. فالمال طبعا جميل، لكن يعني من ادراك ان المال الذي تريده هو خير لك؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ربما يأتيك المال فتبدأ تتكبر: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. في ناس كده بمجرد أن تأتي العمارات والسيارات والأموال يتغير من الداخل، يطغى، يكون في طغيان، ويكون قلبه ساعة إذن أقرب إلى الفساد. تلاقي الكازينوهات بقى والسهرات الحمراء، يبقى فتنة. المال يتحول إلى فتنة على طول. تحول إلى كارثة أصلا. طبعا تحول إلى كارثة. وممكن يعودوا على الإسراف، وممكن يعودوا على الوضع الاقتصادي الموجود ده. لو غاب المال ضاع. ويعود الأولاد على الرفاهية الشديدة جدا. من قال إن المال هو، ومن قال أن كل الرزق مال أصلا؟ يعني من قال إن كل الرزق مال؟ فربما كان رزقك في زوجة صالحة طيبة حنون رقيقة، أو ولد صالح تقي نقي، أو صديق، أو صحبة، أو جيرة، أو بلد آمنة. أنت لا تدري أين يكون الخير. لكن كون يكون الإنسان تركيزه كله على المال، طبعا المال له سطو. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ولكن هذا ليس كل سعادة الحياة. أكيد. الحياة واسعة جدا، وربما قليل من المال يجعل الحياة جميلة. والله يا أستاذ محمد صادق، ليس هناك لذة للطعام إلا بعد جوع. أكيد. وليس لذة للراحة إلا بعد تعب. بالضبط. وليس هناك لذة أيضا للحياة إلا بعد في أمل وفي كفاح وفي معاناة، وتحس كده الدنيا إيه. لكن أحيانا لما بتكسر، طب خلي الأكل كده بكثافة في البيت، لا تشعر بطعم الأكل. ما عادي، ما يعني خلاص الموضوع بقى خلاص. عادي ولا يشتهي. ولذلك الناس بتنتحر في بلاد العز ليه؟ من كثرة هذه الحياة المرفهة. أكيد. معنا بكار. السلام عليكم يا بكار من أسوان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. أهلا بيك. تحياتي ليك وتحياتي للشيخ خيري والشيخ أمين، منورين والله الحلقة. ده أنت اللي منورنا النهاردة في الحلقة. ربنا يبارك فيك. والله موضوع الحلقة جميل جدا، اللطف الخفي. طبعا بنفتكر الأسطورة والعملاق الشيخ محمد عمران بمجرد ما بنسمع بس كلمة لطف خفي الشيخ محمد عمران الله يرحمه. أكيد طبعا. أكيد. كنت هتكلم بس عن نقطة كده يمكن محدش بياخد باله منها. الناس الملتزمة بالصلاة والناس اللي هم يعني الصالحين، يعني مداخل الشيطان بتبقى بالنسبة لهم تيجي بحتة حرفانة كده وصعبة شوية يعني. نعم. اللي هو مثلا الصلاة جالبة للرزق دافعة للبلاء، ومن فوائدها دافعة للبلاء. فأول ما تحصل معاه حاجة زي كده لطف خفي ربنا يمن عليه بيه ويكرمه بيه، فيقول عشان أنا ملتزم بالصلاة. ويسمع من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ذلك اليوم. تحصل معاه حاجة وربنا يسترها معاه يقول ده عشان أنا صليت الفجر في جماعة. والله ما كده. اللطف الخفي هو فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى، مش بسبب صلاتك الفجر ومش بسبب التزامك بالصلاة، هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى. مش شطارة منك. احنا بنقول مش شطارة منك، مش شطارة، ومش عشان انت ملتزم.
يعني عشان ما يغترش بعمله الصالح ويقول ده ربنا عمل معايا النهارده موقف عشان انا بصلي وما بسيبش صلاتي. لا، انت صلي والتزم بصلاتك وخذ بالاسباب، بس اللطف الخفي ما تنسبهوش لعملك، بل انسبه لفضل ومنه من الله سبحانه وتعالى. اكيد طبعا، اكيد طبعا. ربنا يبارك فيكم، مش هطول عليكم، وتحياتي لكم مره ثانيه. جزاك الله خير، شكرا بكار من اسوان، شكرا ليك. شيخ امين بقى يسعدنا. شيخ امين بقى معلي. انا عارف انا مش عايز اسيبك والله يا شيخ خيري برضه، يسعدنا. انا مش عارف اعمل ايه بصراحه النهارده. انا عايز اسيب نفسي للشيخ النهارده بصراحه، يعني بصراحه مش عارف اروح لمين ولا مش ملاحق بصراحه. شيخ امين هتسمعنا ايه بقى دلوقتي؟ ابتهال مجيب السائلين الشيخ نصر الدين طبار، انشده قبل كده الشيخ نصر الدين طبار. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. مجيب السائلين، مجيب حملت ذنبي وسرت على الطريق، وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتبرا ومنتظرا رضاك، ومعتبرا ومنتظرا رضاك، دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك، دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع، غريقا في الدموع، غريقا في الدموع ولا يراك. الله
الله ايه يا شيخ بقى يا شيخ ايه ده يا شيخ ما شاء الله ربنا يبارك لك يا رب ربنا يبارك يا رب جزاك الله خير ايه الصوت الجميل ده ربنا يتقبل انا مش عارف اقول ايه هنقول ايه بقى بعد ما قال الشيخ امين بقى مش عارف نقول ايه بقى شيء جميل ما شاء الله عليك الشيخ امين ربنا يبارك لك في صوتك وتستخدمه دايما يا ربنا يستخدمك في الخير دايما ان شاء الله ونرجع للشيخ خيري اهلا وسهلا ازيك شيخ خيري الله يحفظك عامل ايه بص طبعا لطف ربنا موجود في كل حاجه في حياتنا صحيح في كل شيء صحيح حتى في الدعاء نعم في بعض الناس كده تتكلم تقول لك ايه انا بدعي يا شيخ وربنا ما بيستجبش لدعائي نعم طب اعمل ايه فيقوم موقف الدعاء طبعا فينا معظم الناس بتقوم بتوقف دعائها نعم ويقول لك انا ربنا ما بيستجيب ربنا غضبان عليا انا ربنا مش ويقعد بقى ايه يندب جنب ال نعم فتحب تقول لهم ايه بقى الناس دول اقول له عيب اه والله عيب يعني هذا تسمعه كثيرا يعني نعم وده للاسف نتيجه ضعف الديانه في القلب وقله الوعي الله يغضب ان تركت سؤالهم وبني ادم حين يسال يغضب يكفي ان الله عز وجل يحب ان يسمع نجواك ده احيانا لما الواحد تجد الخيرات من حوله والدنيا والاشغال ينسى ان يلجا الى الله عز وجل ان يفتقر فبمجرد ما ان تاتيه المصيبه تجد هذا الانسان قلبه رق وبدأ يلتحف بالدعاء ويسأل الله عز وجل في إلحاح شديد تخيل لو قيل لو عندك مرض أو في مصيبة أو في كارثة أو في هم تجده يهرع إلى الله عز وجل بالدعاء والله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده يناجيه ويدعوه الله عز وجل يحب هذا أكيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي هذه عبادة من أرقى العبادات أن تدعو الله عز وجل سواء حصل لك شيء أم لم يحصل لك شيء على الإطلاق فالله عز وجل يحب منك هذا وانت تقول دعوت الله ولم يستجب لي الثانية أنت لما دعوت الله عز وجل أردت لنفسك ماذا ها؟ الخير أم الشر الخير طبعا أردت الخير طيب لو كان في هذا الخير شرا لك افرض الخير اللي انت عايزه ده فيه شر والله عز وجل استجاب لدعوتك بأنك تريد الخير ساعة إذ يحقق لك دعوتك أم يصرف عنك هذه الدعوة هنا اللطف الخفي بس كده هنا اللطف الخفي ده هو استجاب نعم أنت تمنيت هذا المال والمال سيضرك تمنيت هذه الزوجة ستضلك تمنيت هذا الولد سيذهب بك إلى الجحيم تمنيت هذه الوظيفة هذه فيها هلاكك الله عز وجل صرفها عنك لأن فيها شر لك إذن استجاب لدعوتك ده غير ذلك أن بشر النبي في الحديث مجموع الأحاديث يعني أن الإنسان إذا ما دعا الله عز وجل يستجيب نعم. إما أن يحقق له دعوته وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن يدخر له ذلك في الجنة فأنت أنت مقبول أصلا طالما دعوت الله عز وجل يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين الله يستحي هو وعد قال ادعوني أستجب لكم لكن طريقة الاستجابة ربما صرف عنك شرا ربما دخل لك أجرا طيب معلش احنا اسفين معنا تليفون آخر تليفون معنا في الحلقة فمش عايزين نخسره يعني أستاذ محمد عبازي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ازي حضرتك محمد كيفك يا أستاذ محمد عامل ايه الله يخليك تحياتي لك وللشيخ والوالد جزاك الله كل خير اهلا بيك منور الحلقه اتفضل حلقه لان انا ضغطت عليه لمده سنوات يعني يطلع معايا في كذا مكان لكن للاسف لم يكن يوافق يعني ومعاكم في الندى يعني ده كويس وده امر رائع ان الجمهور جمهور الندى يستمع للمره الاولى للشيخ خيري وان شاء الله تكون في مرات ومرات وهذا الكلام يعني الذي نسمعه الآن ممكن يكون بيغير مصائر ناس يعني أنا شخصيا في قبل 10 سنوات يعني سمعت كلاما شبيها أخذت بالكلام واستمعت به جيدا وغير كثير مني شخصيا يعني وإن شاء الله يؤثر في المشاهدين ويكون نبراسا ينير ضرب الكثير من الناس أكيد طبعا ما شاء الله عليه الشيخ خيري منورنا واستمتعنا بالحلقة بيه النهاردة لكن مازال معنا وقت شوية نستمتع بيه أكتر بس لو حضرتك عايز تقول حاجة تانية تفضل لا إن شاء الله نسيب الوقت بقى للشيخ إن شاء الله يمتع جمهوره وجمهور قناة الندى إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله كل خير وشكرا ليك الله يبارك محبينك كتير يا شيخ والله خير. نحن نتعلم منهم أصلا محمد والأحبة نتعلم منهم أكثر مما يقولون يعني ربنا كل خير يحفظه من شر معلش قطعتك بس يعني مش هقطعك تاني الله قطعك بقى عشان نروح الله يبارك فيك فشيء عجيب الله عز وجل لما صرف عنك إنما هو استجاب لك فإما حقق لك الدعوة وإما صرف عنك من الشر ما لا تعرفه
يعني أنت كنت تريد مثلا وظيفة سوف تأخذ منها 100,000، صرف عنك مرض يصرف الملايين، الله عز وجل استجاب بأكثر لما دعوته، أو ادخر لك في الجنة. نعم. وخيالك في الجنة أيها المسكين شجرة بس يسير فيها الراكب 100 عام لا ينتهي من ظلها، فعطاء الله عز وجل هناك. ما هذه الدنيا التي أنت فيها الذي تدعوه هذا في الـ في الـ في الـ هذه يعني قصور عقل الإنسان. كان العقاد له بعض الأبيات اللطيفة جدا في حيرة الناس وطلباتهم وترددهم، يقول: صغير يطلب الكبر، نعم، وشيخ ود لو صغر. صغير عايز يكبر والشيخ عايز يصغر، ألا ليت الشباب يعود يوما، وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر، ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا. فهل حار مع الأقدار أما الحير القدر؟ طبعا ده في تجاوز شديد من العقاد، ليس هناك حيرة للقدر أطلاق. لكن يقول: شكاة ما لا حكم سوى الخصمين إن حضر. يمكن أخيرا في قضية الدعاء، نعم، أن الله عز وجل ما لم تستعجل، ما لم يعجل الإنسان عجلتك وتقول ربنا لم يستجب لي، هذه إساءة أدب وظن بالله سبحانه وتعالى. طب وغير ذلك، ما ربما كانت التهمة فيك أصلا، ربما لم يكن مالك حلال أصلا، ارجع لنفسك. ها، ربما من أحد أسباب أو من أهم أسباب عدم تقبل الدعاء استعجالك. ما لم يعجل، يعجل الإنسان ويقول الله عز وجل ربما كنت ظالما، ربما لم تتب وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، يرسل السماء. فإن تاب الإنسان وأحسن العمل وتقرب إلى الله عز وجل وكان ماله حلالا ومطعمه حلال. وأخيرا، هذا يخالف قانون من قنوات من قوانين الدعوة. ماذا؟ أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. نعم، أنت موقن أكيد. لكن القلب الغافل لله، الله عز وجل لا يستجيب له. فطالما بدأت تتشكك لم يكن قلبك أصلا واعيا، لذا لم يستجب الله عز وجل. بالكلمات الجميلة دي من الشيخ خيري حلقتنا انتهت للأسف، وكان نفسنا نكمل أكتر من كده، ننهل من الشيخ خيري ومن علمه، ونشنف أذاننا بصوت الجميل الشيخ أمين. احنا سعيدنا بك. أنا لسعيد بك جدا الشيخ خيري، شكرا ليك، شكرا الشيخ أمين، نورتونا النهاردة. شكرا ليكم كلكم، كل مشاهدينا، ولطف ربنا موجود في كل مكان وفي كل لحظة هتلاقيه. ارضى وخلي عندك يقين ان ربنا رايد لك الخير، وحط نفسك في المؤمنين عشان يبقى أمرك كله خير. وان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم.